دوام في عديد من الحالة سوي عمره سويت عمره صار لحد المرحلة الجديدة فكلمت أحد من حقين الدار ودول حقين الوزارة وما حد سوى شيء كلمت فين في حايل؟ حايل أيوه. حقيت على مدير المدير ما يرد مدير الكبرى زمان الجوال حقه ما يرد دقيت على الوزارة نفسها حايل ما حد فرحت دقيت على حقين الرياض ورد علي واحد قال روح المؤسسة السفيرية فانا رحت حصلت استقالة حطيت اي طيبين استقبلوه؟ اي استقبلوا طبعا العيال بس العيال قالوا لا اقصد كإدارة المؤسسة إدارة المؤسسة لا في بعضهم يتقبل في بعضهم لا ما صاحب القرار في المؤسسة تقبل الوضع المدير قال تجلس ثلاث ايام بس ثلاث ايام نخبر اي طيب تاكل وتشرب معاهم وكذا؟ اي بالبعض الاحيان طيب اخذت ثلاث ايام معاهم؟ اخذت بعد كذا تبتدي تنام هنا في الحديقة يعني اذا ما عندهم احد ينادوني اروح انام عندهم بالدس طلاب هم اللي ينادون غير كذا هنا في الحديقة غير كذا طيب اكلك وشربك كيف؟ معاهم بالدس في عند بقالة بعد تسلف من عنده يدي حافظة وضع قلت اذا جات فلوس انا اعطيك اياها يعني. اذا جات انا اعطيك اياها شرحت له الوضع؟ قلت له الوضع قال ما عندي ما كم الان هذا ديونك؟ ما عند البقالة كافتيريا 50 ريال عندك البقالة 6 ريال قديش لك صار الحين؟ كنت الحين لي 24 5 شهور يا الله 24 تنام في الحديقة هنا وتتسلف من البقالة ومن والشؤون الاجتماعية لا ما حركت ساكن ابدا ولا المؤسسة المؤسسة كلمتهم قال اي كلمتهم قال احنا رفعنا الحائل لما جيتهم اليوم قالوا ما ادري ايش ما صار شيء الحائل؟ حائل نفس هذا في قلم ما حد ولا سالوا عنك ولا سالوا ولا حد دق ملابسك وهذا وغيرت كله هناك هذا نفسه حق العيد حق كله هو اللي جيت به من حائل هذا؟ اي هذا لا هذا خذيته والله من واحد من العيال هذاك تقطع حتى لا حول ولا قوة الا بالله استوى لك تقطع وهذا هذا حق واحد من عيالي والله صادق طيب الان شلون تسوي؟ والله انا وقفت شد من؟ شلون اجتماعية لوزارة مو وزارة شو اسمه هذا جوجل انسان و كيف عيطت؟ عيطت في الحديقة والله نفس التوب نفس الوضعية كم اعطوك من هناك طيب الاثناء ما ودعوك من حائل يعني كذا ما بسوي عمره قبل الوضع عادي يمكن يطلعون ما كان في عمره كانت فلوس اسمه الاجازة الصيفية لا انت الان يوم كلمتهم في حائل في المؤسسة قلت لهم بطلع عمره لا عادي هم قالوا لك 550 ريال بس عشان تطلع لهم لا قال هذه تصرف بعد بتمشي بتروحها هم اتفقوا نص مرهون الطايب نص مرهون شو اسمه دون الرياض اللي بعد الرياض لا اقصد اللي يبغى يروح مثلا بشكل فردي يروح اي يروح ما حيقول لي يعطونه مصروفه 550 ريال على اساس انها كم يوم؟ على اساس انها ثلاث ايام اربع ايام ترجع وانا صار حادث بلشت طبعا دفع واحد فلوس عنه ده مين الغلطان في الحادث المرور؟ طلع انا هو الغلطان المصري بس طلعت انا قالوا انت الغلطان وما كم حط عليك الخطا وكم عليك؟ حطوا علي 75 و 25 ريال دفعت الفلوس؟ تسلفت قالوا 5000 وما ادري كم من هنا جاني واحد جيزاني اسمه عبد العزيز جيزاني بتكلم معاه مع مصري له خلاه 3000 3000 من فين دفعت 3000؟ تسلفت من واحد تسلفت من واحد من العيال عندي 3000 كم مدخره يعني؟ اي كم مدخره قلت انا ابي بدل طب الان انت مفترض لك حقوق عند الرجل ايه بس ما في فلوس عشان اروح وارجع انا يلا من هنا لهناك للمؤسسه يلا امشي